وطبعا فقرتنا دي عن لعب الترايثلون، هنتكلم عن تفاصيل كتير جدا في اللعبه والبطوله الافريقيه والعربيه للترايثلون اللي استضافتها طبعا مصر مؤخرا مع ضيفنا اللواء احمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي الافريقي للترايثلون ورئيس اتحاد الاتحادات الافريقيه الاقصم. نورنا مشرفنا سياده اللواء. اهلا بيك يا رب. ازي حضرتك؟ نور الدنيا يا فندم، سعداء جدا لوجود حضرتك معانا. حضرتك يعني قليل الظهور اعلاميا، فمجرد وجودك معانا ده شيء يسعدنا ويشرفنا. ربنا يخليك، شكرا على وجودك معانا النهارده. واكيد عندنا كلام كتير عايزين نتكلم مع حضرتك فيه متعلق بهذه الرياضه، واستاذنك نخلي البدايه بالبطولتين اللي مصر استضافتهم في الفتره الاخيره، الشهر اللي فات كاس افريقيا وبطوله البطوله العربيه كمان للترايثلون، نعرف من حضرتك ملابسات ابتداء من التنظيم مرورا بالفعاليات نفسها والخواتيم بتاعه البطولتين. الحقيقه انا بشكركم طبعا على استضافتي النهارده في قناه النادي الاهلي، بقى لي فتره ما التقتش بيكم ولا بجماهير النادي صحيح الاهلي. صحيح. سعيد جدا. لعل المانع خير يا ست اللواء. لا خير الحمد لله، هو بس الواحد مشاغل الرياضه كتير أكيد. أكيد. مش بس الرياضه الافريقيه، انما انا بتشرف ان انا ماسك الرياضه العربيه ايضا زي الرياضه الافريقيه. جميل. فالدنيا بقت زحمه شويه. طب. يعني طب. انما سعيد ان انا وجودي معاكم، وميرسي قوي ان انتوا بتتكلموا على لعبه الترايثلون. احنا دايما بنقول التراي يعني ثلاثة وثلون يعني لعبة، يعني لعبة الثلاثي اللي هي السباحة والدرجات والجري. اللعبة دي لعبة أولمبية من سنة 2000 من سيدني، والحمد لله احنا متقدمين فيها بشكل جميل جدا. دخلنا دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، والحمد لله حاليا بنسعى للتأهل، وإن شاء الله بإذن الله ربنا وفقنا. عندنا لاعبين سيف ومهند بيحاولوا ان هم ان شاء الله يتأهلوا. البطولة اللي فاتت كانت بطولة لأول مرة بنقيمها في سهل حشيش، ومكان جميل جدا جدا جدا، والحقيقة الناس كلها كانت مبهورة بيه. ويعني عايز اقول السياحة الرياضية من خلال الترياتلون كبيرة جدا جدا. طبعا. واحنا اللعبة بتاعتنا فيها مسافة أولمبية، ألا وهي أن اللاعب أو اللاعبة بيعوم 1500 متر في مياه مفتوحة، ثم بيطلع لمنطقة اسمها منطقة الانتقال، فيها بيبقى فيها الدراجة بتاعته والخوذة وكل حاجة محطوطين في ترتيب معين برقم معين، بيروح ياخدهم ويلبس ويبتدي يطلع من نقطة الركوب للدراجة ويعمل 40 كيلو عجل، ثم يعود لمكان النقطة دي أو منطقة انتقال أخرى ويسيب الدراجة والخوذة والحاجة في مكانها، ثم يجري 10 كيلو. كل دول بدقة قلب واحدة، يعني مش زي باقي الألعاب المركبة إن هي بترتاح وبعدين تكمل إلى آخره. فدي طبعا من الألعاب القوية جدا والشاقة جدا. حضرتك بتتكلم عن 40 كيلو دراجات و10 كيلو جري و1500 متر سباحه بالظبط. غير السباحه بالظبط، بالتالي مش اي حد ممكن يبقى مؤهل للتفوق في الرياضه دي. والله هو حضرتك كلامك صح، بس احنا دايما بننتقي السباحين اللي ممكن ما يكونوش متفوقين قوي في السباحه، انما يكونوا لهم ارقام. وفي نفس الوقت امريكا كسرت الجزء ده وجابت حد بتاع دراجات وقدرت ان هي تخليه، بس كان سنه صغير، وقدرت انها تخليه يبقى في السباحه اقوى شويه، وقدر ان هو يكسب بطوله العالم، وحصل ده مع برضو احد اللاعبات، بس جابوا بقى سباحه المره دي فقدروا ان هم يتفوقوا لفتره طويله. فاللعبه مش سهله فعلا زي ما حضرتك سهله طبعا وخطر اكيد. طب احنا عايزين نتكلم اكتر عن اولمبياد باريس 2024، عدد كبير جدا من اللعبات الحقيقه بيستعدوا للدخول او للمشاركه في اولمبياد باريس 2024. عايزين نعرف حضرتك يا ست اللواء استعدادات الاتحاد لاولمبياد باريس 2024. هو زي ما استاذ كريم قال في الاول، اللعبه مش سهله. احنا ابتدينا في اللعبه دي ب 2009 في مصر، والحمد لله يعني عمرنا مش طويل قوي، انما في نفس الوقت قدرنا نعمل شويه انجازات قويه. الحقيقه الفضل يرجع للدوله، لانها الدوله بتدعم الرياضه، والدوله اللي بتدي الفلوس للرياضه والى اخره، وخصوصا اذا كانت اللعبه مش مشهوره قوي فبيبقى الرعايه فيها بتبقى صعبه شويه والى اخره. الا ان وزاره الشباب والرياضه الوزير الشاب الدكتور اشرف صبحي الحقيقه عامل دفعه قويه جدا 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 للالعاب الفرديه بصفه عامه والترياتلون بصفه خاصه،
والحقيقه مش اول بطوله بنقيمها، دي البطوله ال 14 اللي بنقيمها تقريبا في مصر، وكنا ما بين جنوب سيناء شرم الشيخ وما بين سهل حشيش. الحمد لله هذه البطوله كانت بطوله قويه جدا جدا، لان كانت اكتر من بطوله، كانوا حوالي 6 بطولات، كانت بطوله افريقيا مؤهله نقاطها الى الاولمبيكس، البطوله العربيه لاول مره بتؤهل نقاطها الى الاولمبيكس، وده احنا الاتحاد النادر الوحيد في العالم اللي بيحتسب البطوله العربيه في نقاطه. ايضا كان عندنا بطوله تحت 23 سنه، وكان عندنا بطوله الشباب وبطوله الناشئين والايج جروب او الفئات العمريه. الحقيقه الاولاد ما شاء الله عملوا نتائج كويسه جدا، سواء كان مهند او باقي اللاعبين الحمد لله، وقدروا ان هم، وسيف ما شاء الله عمل كويس قوي، فقدروا ان هم يحققوا نقاط في اتجاه التاهل ان شاء الله لدوره الالعاب الاولمبيه. الدوره ما هيش صعبه ومش سهله، بيبقى في حوالي 64 لاعب يتاهلوا من خلال نظام تأهلي معين، بيبقى في مجموعة من اللاعبين بيتأهلوا مباشرة عن طريق القارة، ودي هتحصل في دورة الألعاب الأفريقية اللي هتقام في غانا، واللي بيسعدنا إن احنا كاتحادية الكونفدرالات الرياضية الأفريقية هي اللي بتدير هذه البطولة مع اتحاد اللجان الأولمبية ومع أيضا الأفريقية ومع اللجنة المنظمة ومع الاتحاد الأفريقي السياسي اللي هو مالك لهذه الدورة. والبطولة دي هتقام من 8 ل 23 مارس إن شاء الله في غانا، وفيها حوالي 30 لعبة، منهم طبعا التراياتلون. ده هيبقى فيها تأهل مباشر، والتأهل المباشر هيبقى عبارة عن 3 لاعبين مفروض ممثلين للقارة، وأيضا بيبقى فيه 3 لاعبات. بقية التأهل بيبقى من خلال النقاط أو الرانكينج ليست أو الترتيب للعالم من ضمن البطولات اللي بيشاركوا فيها بعدد معين، بيحصل على عدد ويبتدي ياخدوا المتقدمين منهم وبيخلصوا على 64 لاعب ولاعب. فترة التأهل تنتهي في مايو 2024، ودورة الألعاب الأولمبية هتبقى يوليو، فتقريبا هيبقى شهر ما بين التأهل وما بين طيب احنا دايما سيادة اللواء بنتكلم عن أهمية قاعدة الناشئين في أي رياضة من الرياضات، ودايما بنتكلم عنها من زاوية أنها وكأنها خط إنتاج لأبطال مستقبليين في الرياضات المختلفة. ده صحيح. أخبار قاعدة الناشئين إيه في رياضة الترايثلون، وهل في أي جهود بتتعمل في إطار يعني ان الرياضه دي توصل لاولادنا وبناتنا، طلبه المدارس وطلبه الاكاديميات والمعاهد المختلفه؟ انا مبسوط ان حضرتك قلت كده، لان احنا موقعين اتفاقيه مع وزاره التربيه والتعليم من خلال الاتفاقيه الكبرى اللي ما بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الشباب والرياضه، وزير التربيه والتعليم ووزير الرياضه موقعين مع بعض اتفاقيه بان يتم انتشار الالعاب في المدارس بشكل او باخر بمساعده الاتحادات وبدعم وزاره الشباب والرياضه ودعم وزاره التربيه والتعليم، وان يكون في حوافز في هذا الموضوع. فاحنا من اوائل الناس اللي عملوا ده، وعندنا الدكتوره ايمان المسؤوله عن الرياضه في التربيه والتعليم، عاملين معاها أشكال معينة في على مستوى المحافظات، وابتدينا الكلام ده من حوالي 3 سنين. يعني هل الرياضة دي مثلا داخلة ضمن إطار بطولة الجمهورية اللي لو في طلبة في مرحلة الثانوية العامة ممكن بيتنافسوا فيها ويحققوا أرقام أو يحققوا فيها نتائج مميزة فيحصلوا على درجات تفوق رياضي برضو على ذكر الحوافز؟ يعني اللي احنا عاملين ده كالاتحاد مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، هم عاملين هذه الاتفاقية. فاحنا عندنا بطولة سواء كان للشباب اللي في الثانوية العامة، بيبقى بيشترط ان هو يكون اشترك في ال3 سنين عشان يقدر ان هو يتحسب له درجات معينة، وليها بطولات خاصة بتحتسب وليها تسجيلات معينة. يعني مش لمجرد ان هو يجي ويشترك وياخد درجة يبقى كده خلاص، انما هي في الواقع الحقيقة
ليها عدد من الدرجات زي ما حضرتك بتقولوا، ليها بطولات خاصه لينا الحمد لله وماشيين فيها مع وزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه والتعليم. طيب سياده اللواء، حضرتك قلت ان هي بطوله صعبه او رياضه صعبه، طبعا بنتكلم عن عدد المشاركين، يمكن هي مش منتشره انتشار كبير جدا زي يمكن عدد كبير من اللعبات الاخرى، ولكن عايزين نعرف حضرتك اكتر، هل نقدر نحن نعمل حصر للي بيشاركوا في اللعبه؟ هل مسجلين في الاتحاد؟ وكمان عايزين نتكلم عن فكرة صعوبة اللعبة، هل ليها شروط معينة، سن معين للمشاركة أو لممارسة هذه الرياضة؟ أنا مبسوط للسؤال اللي حضرتك سألتيه، لسبب لأن احنا عندنا في الرياضة دي جزئيتين، جزئية لايف ستايل أو ممارسة الحياة العامة وده بيحصل وإحنا فاتحينه من خلال ما ابتدى معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وفتح لشركات إن هي يكون لها أكاديميات وتسجل هذه الأكاديميات وتقدر إن هي تعمل شكل جميل وكويس. ده دي الصورة دي في آخر بطولة كانت في سهل حشيش والحقيقة ده يعني معالي الوزير كان منتهز هذه الفرصة عشان جايب أحد المستثمرين الصينيين اللي كانوا موجودين عشان يشوف قد إيه هناك حراك قوي جدا في البطولات الحمد لله. خطوة مهمة جدا. طبعاً. حقيقي. طبعاً والحقيقة يعني فكر جميل إن ده لازم يكون بيشوفوا على أرض الواقع إيه اللي موجود وإزاي هناك استثمار رياضي موجود وبيستثمر إزاي. البطولات اللي بنتكلم عليها ممكن تكون من خلال الرياضة للجميع أو الفئات العمرية اللي بتبتدي من سن 5 سنين لحد سن 90 سنة. كل 5 سنين بيبقى له فئة ويشارك، وفي الحاله دي بيبتدي يشترك الاكاديميات سواء كان اكاديميه الاتحاد المعتمده في بعض المحافظات والشركات اللي بتشارك وبتاخد تصريح من ده سواء كان من وزاره الشباب والرياضه او من الاتحاد، وبتعمل مهرجانات خاصه بهذا الموضوع، وكمان الاتحاد الدولي معترف بده وعامل ترتيب. وهنا طبعا شايفين مش بس أجنبي إنما كان البطولة العربية، وده في نفس البطولة في سهل حشيش، والحقيقة كانت البطولة ما شاء الله قوية جدا جدا، تمتعت بحوالي 13 اتحاد عربي، وده السيد اللواء عبد الملك جاني نائب رئيس الاتحاد الإمارات العربية، وفي لقاء ودي مع أهم التعليقات اللي جت بعد هذه البطولة أو الفيدباك الخاص بالمستثمرين أو رؤساء الاتحادات المختلفة، أكيد بيبقى رأيهم مهم، فكرة استضافة مصر وكمان سهل حشيش زي ما حضرتك قلت يعني السياحة الرياضية، أكيد كان ليهم أراء وأكيد كان ليهم عدد كبير جدا من الأراء الإيجابية عن هذه الرياضة وعن الخلفية كمان اللي حصلت في المنافسات الخاصة بيها. والله اللي حضرتك بتقوليه ده حصل بالفعل، التعليقات لمعالي الوزير قالوا له يا فندم انتوا بتجعلوا الموضوع بالنسبه لنا اصعب في الاماكن الغير طبيعيه اللي انتوا بتحطوها اللي احنا ما نحلمش في الاجازات العاديه ان احنا نيجي فيها، لان الحقيقه المكان في سهل حشيش يعني غير طبيعي، والمكان ايضا كان في شرم الشيخ برضو غير طبيعي. فاقصد اقول ما شاء الله مصر بتستمتع باماكن سياحيه جميله، عشان كده بقول رياضه الترياتلون او الثلاثي احد الرياضات اللي بتنشر السياحه الرياضيه، وعشان كده الاعداد حضرتك اتكلمتي على الاعداد، احنا ما شاء الله دلوقتي عندنا مسجل في الاتحاد فوق 1800 لاعب وباعمار مختلفه، ومهتم ايضا طبعا بالحكام وبمنظمي البطولات والاخر، لان كل ما يزيد العدد كل ما حضرتك عايزه رسميين زياده، محتاجه حكام زياده، محتاجه تحكيم زياده. والحقيقه بقول الدوله مش بخلانه علينا بحاجه، لان احنا عندنا في وسائل تحكيم معينه لازم تبقى متوفره علشان تحتسب البطولات دي، فالحمد لله دي متوفره، وفي نفس الوقت اللي فيه يسرناها في خلال الفتره اللي فاتت. ومش عايز انسى برضو ولادنا في البارا تراتلون، البارا تراتلون اصحاب قدرات خاصه ما شاء الله عاملين انجازات قويه جدا جدا، دايما ابطال الحقيقه. والله الحقيقه يعني انا عايز اقول هم ابطال من لمجرد وجودهم في المكان ومشاركتهم وقدرتهم على ان هم بيحاربوا دلوقتي علشان يقدروا، احنا ان شاء الله باذن الله عندنا 2 لـ3 يكونوا مؤهلين لدوره الالعاب الاولمبيه في البارالمبيه في باريس ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله بنطمع في ميداليتين او
على الاقل هيكونوا ميداليتين او ثلاثه. دايما الميداليات سواء الاولمبيه او البارالمبيه بتبقى يعني حلم عند كل المصريين، واحنا بنتكلم على رياضه موجوده اولمبيا وبارالمبيا. بيبقى في استعدادات بطبيعه الحال قبل ما يعني البعثه المصريه للترايثلون تسافر وتدخل في اطار المنافسات في الدوره اللي جايه ان شاء الله باريس 2024، اكيد في معسكرات هتتعمل، اكيد في خطه ما حضراتكم حاطينها لتجهيز وتاهيل اللعيبه المتاهله بالفعل للمشاركه في منافسات باريس 2024. في عندكم اي مشاكل في هذا الاطار؟ هل في نقص في الدعم مثلا ولا الدنيا ماشيه كويس؟ بص يا استاذ كريم، احنا مش جايين من كوكب تاني، في مراحل اقتصاديه بنعدي عليها، ومع ذلك الدوله بتحاول تحسسنا ان احنا ما عندناش ده. ممكن نتاخر شويه، انما ما فيش حاجه اسمها ان ما فيش، يعني الدعم ما شاء الله كويس وشغال، لكن ممكن يتاخر شويه، انما مش بايد المسؤولين الموجودين، لانها حاله اقتصاديه عامه في العالم كله مش عندنا بس. بطبيعه الحال، بس انا يعني يمكن وانا بقول لحضرتك الكلمتين دول كنت واخد في الاعتبار الحوار اللي دار بين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وده كان حوار عبقري جدا وشفاف جدا الحقيقه. وسياده الرئيس سال الدكتور اشرف صبحي كذا سؤال متعلق بمساله توفير كل ما هو مطلوب لتدعيم ابطالنا في الرياضات المختلفه حتى لا يتسرب البعض منهم. طبعا حضرتك عارف ان دي حصلت قبل كده اكتر من مره في رياضات مختلفه، فكره التجنيس بجنسيه دوله اجنبيه، فكره اللعب تحت راي دوله اخرى، ومعظم الناس اللي بتعمل كده غالبا ما بيصرحوا وبيعملوا حتى فيديوهات في بعض الاحيان بيقولوا ان احنا كنا بنواجه اوضاع مش مساعدانا على التفوق في الرياضه اللي احنا اوريدي ابطال فيها، وكل كان بيشتكي من نقص الموارد الى اخره. حضرتك طبعا اكيد ملم بالتفصيله دي. وحضرتك لمست نقطتين مهمين قوي، ان يكون الذات نفسه او رئيس الدوله الرئيس السيسي مهتم بالرياضه بهذا الشكل القوي جدا جدا، والدليل على كده البنيه الرياضيه التحتيه. ويمكن اخد من دي واقول لحضرتك ده مأثر علينا جدا 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 بالايجاب في الاتحادات الافريقيه. هدي حضرتك مثال بسيط جدا، من ساعه ما تولى سياده الرئيس وهو بيحاول يرجع افريقيا لمصر، ورجع فعلا افريقيا لحضن مصر، وبدات العلاقات القويه جدا جدا. ده واحد. اتنين، ان مصر ما كانتش في الاتحاد الافريقي، كانت مستبعده من الاتحاد الافريقي، رجعت للاتحاد الافريقي وقادته، قاده سياده الرئيس. انت متخيل ان التقارب المصري الافريقي ده كان حاصل على الصعيد السياسي بس مش رياضيا كمان؟ ما انا هكمل بقى. ما هو السياسي ده اثر علينا رياضيا. النهارده كان عندنا لما تشرفت بتولي رئاسه اتحاديه الكونفدراليه الرياضيه الافريقيه اللي هي بنسميها الاوكسا، كان عندنا حوالي 15 رئيس اتحاد مصري للاتحادات الافريقيه. النهارده ما شاء الله عندنا 32 رئيس اتحاد افريقي من مصر، يعني ما شاء الله تقريبا تلت العدد اللي موجود. فده الحقيقه مش من فراغ، جه من السياسه بتاعه سياده الرئيس من اول ما ابتدى مع افريقيا، اللي خلى افريقيا ابتدت تحس ان احنا رجعنا تاني لحضنهم، زائد ان زمايلي ما شاء الله ربنا يكرمهم، يعني الساده الرؤساء الاتحادات الافريقيه كلهم ما شاء الله مؤهلين لده. ولو مش مؤهلين مش هينفع بس ان احنا نقول لهم تعالوا ونستضيف. الدوله من خلال وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي فتح المعسكرات للافارقه، فتح التعليم الخاص بالكورسات اللي بنعملها سواء كان للفنيين منظمي البطولات والى اخره، فتح البطولات الموجوده والمعسكرات للاتحادات الافريقيه، اللي خلى كل الاتحادات الافريقيه النهارده ما شاء الله بتسعى انها تكون موجوده. فبقى عندنا 32، عندنا 34 مقر، لان عندنا كره القدم الرئيس مش مصري لكن المقر في مصر. واكثر من 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 اتحاد بهذا الشكل، هم اتحادين، لكن في نفس الوقت اللي فيه انا بقوله فخور بان بلدي بتقدر ان هي تدي هذه الميزه علشان نقدر يبقى عندنا اكبر عدد من القيادات اللي موجوده، مش بس اللعيبه والابطال، ومش بس البنيه الرياضيه التحتيه الغير طبيعيه. يعني كفايه ان احنا في احد الاجتماعات كان في حوالي 7 وزراء، وكان معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي كان موجود وعمل برزنتيشن للبنيه الرياضيه التحتيه بالعاصمه الاداريه الجديده، بالبنيه الرياضيه الموجوده، بكل الملاعب والاستادات الموجوده. انا مش عايز اقول لك انا جسمي اشعر من كتر الناس ما قعدت تسقف
وتقول ليه مصر ما تستضيفش دورة ألعاب أولمبية. ده اللي خلانا بحكم موقعي إن أنا أكتب للدكتور أشرف صبحي أقول له بنطلب من جمهورية مصر العربية إن إحنا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية أو تنزل في البيدنج بتاع دورة الألعاب الأولمبية لـ 2036. وقد كان وافق سيادة الرئيس على ده وابتدت الإجراءات الخاصة بده، وإن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا. ليه بقى؟ في ميزة قوية جدا، الدولة لما بتحب تستضيف دورة ألعاب أولمبية بتستضيف من خلال عاصمة، فالعاصمة دي بتقول أنا عندي الإمكانيات دي ولسه حبني على جدول زمني معين، تراجعوا اللجنة الأولمبية الدولية بإن أنجز قد إيه، خلص قد إيه، قدر يخلص ولا ما قدرش، وإلى آخره. ما تبقاش دولة واحدة طبعا، بيبقى عدد من الدول من خلال عواصمها. فالنهاردة مصر لما تقدمت وعندها ما شاء الله أكتر من 80% من البنية التحتية الموجودة لاستضافة دورة ألعاب أولمبية، وده الحقيقة غير مسبوق على الإطلاق في أي حتة في العالم. فالنهاردة حصل أن البنية التحتية موجودة وابتدينا نبني عليها، بس طبعا ده مش معناه أن احنا كده جاهزين، لا، احنا عندنا برضو لسه 20% قوية جدا 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 للمنافسة على ان احنا نستضيف دورة الالعاب الاولمبية 2036. وعندنا ميزة قوية جدا ربنا سبحانه وتعالى يكملنا بيها ان شاء الله، الا وهي ان افريقيا لم تستضيف دورة العاب اولمبية على الاطلاق. يمكن اول دورة هتبقى دورة شباب في 2026 ان شاء الله في السنغال. طيب بنرجع تاني لترايسلن سيادة اللواء، حضرتك اتكلمت عن ان بيشارك فيها او موجود في الاتحاد، مسجل في الاتحاد، يعني ما يقرب او ما يتجاوز 1000 شخص. القاعدة للمشاركة حضرتك بتسعى، او يعني الاتحاد بيسعى ان هو يوسع القاعدة دي، وممكن ايه الاساليب اللي نستخدمها او يستخدمها الاتحاد عشان يكون في مشاركة اكتر او تسجيل اكتر لعدد كبير من المشاركين او للممارسين للعبة الترايثلون؟ بص يا استاذة مريم، انت عندك دايما لازم يكون عندك حافز. الحافز ده لازم تديه حتى للي بيمارس الرياضة من اجل الرياضة. فلازم تقول له ايه، انت بتنافس نفسك علشان تحطم رقمك، عشان تبقى بطل عالم، وانت حتى مش بتلعب اللعبه لاجل الاحتراف، بتلعبها من اجل ان انت بتمارسها. فتيجي النهارده لو بتعمل مثلا في السباحه مثلا في ال 100 متر بدقيقتين، هتبتدي تقول لا والله انا لازم انافس نفسي على ان انا اوصل دقيقه او 10 ثواني، دقيقه او 5 ثواني، انافس نفسي مع العيله، اشتغل مع العيله كلها في ان انا ازاي اقدر اعمل ده. واحنا الحقيقه عملنا حاجه جديده اسمها ترياتلون العيله، اللي هو العيله كلها. العيله دي عباره عن يا اما كلهم مع بعض في عيله واحده، اب وام واخ واخت والى اخره، او أصدقاء مع بعض واسمهم عيلة برضه، فيقدروا إن هم يشاركوا. فحد ممكن يركب دراجة، حد ممكن يعوم، حد ممكن يجري، فده اللي اسمه. مش نفس المسافات بطبيعة. لا 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 طبعا، لا 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 كده في أسر حتى ده طبعا لا طبعا، والتمرين ليها بيبقى صعب جدا طبعا. لا احنا بنعملها بمسافات يعني أقول رمزية إلى حد ما، إنما ده بيشجع الناس على إنها تعمل ده. وبعدين في شركات تجارية عملت حاجة كبيرة جدا زي ايرون مان مثلا. ايرون مان ده اللي هو الرجل الحديدي ده شركة، ما هوش الاتحاد. احنا الاتحاد الدولي للترياتلون، الجوفرنينج بادي او الهيئة الحاكمة للعبة على مستوى العالم، فهي اللي بتحدد وبتدي تصريح. فاللي حاصل هنا في مصر ان احنا ابتدينا فعلا ندي شركات تصريح، وابتدت فعلا لعبه او مسابقه الايرون مان دي ابتدت باحد الشركات وبتكمل باحد الشركات على اساس انها واخده التصريح وتقدر تعمل. احنا بندي ده علشان الناس تمارس الرياضه في كل حته، فعملوا اكاديميات في اماكن معينه، ابتدوا يمارسوا، ابتدوا يختلفوا في موضوع الانسنتيفز بقى، الحوافز. اللي ابتدى يدي مش عارف مشاركه ببلاش، اللي ابتدى يدي مش عارف جادون عجله او دركسيون عجله، اللي ابتدى يدي اطار عجله، اللي ابتدى يدي عجله، وهكذا. فالامور اقصد في احنا ماشيين بخطه معينه، وان شاء الله باذن الله يعني بنحب طبعا ان اللعبه تبقى منتشره، لانها من الالعاب اللي الحقيقه بتدي
مش بس فيزيكال فيتنس، بتأثر في السلوكيات بتاعت الولاد من أول ما يكبروا لحد الكبار يعني. أكيد سيادتك لامس أهمية السوشيال ميديا فيما يتعلق بمسألة نشر وانتشار رياضة ما أو أي حاجة عموما. حضرتك عارف السوشيال ميديا وصل كل الناس، إيه إمكانية اللي يبقى فيه شكل من أشكال بروتوكولات التعاون بين حضراتكم وبين مثلا وزارة السياحة والآثار مثلا، فنشوف بموجب هذا البروتوكول مجموعة من الفيديوهات بنشوف فيها أبطالنا المصريين وبطلاتنا المصريات في رياضة الترايثلون وهم بيمارسوا تفاصيل هذه الرياضة في أماكن مختلفة من الأماكن اللي مصر فعلا بتتميز بيها، وإحنا عندنا بحر أبيض ومتوسط وعندنا بحر أحمر وعندنا نهر النيل وعندنا باك جراوندز هايلة لو شفناها في فيديوهات رياضية بهذا الشكل ممكن تبقى مفيدة وتوسع برضو من مسألة انتشار الرياضة والتعريف الناس اللي ما يعرفوهاش بيها. هو الكلام ده جميل جدا وبيحصل بس على مستوى ما هواش، عايز أقول مش مستوى قوي قوي، هو مطلوب أنه فعلا يقوى بالكلام اللي حضرتك بتقول عليه ده، لأنه هو بيحصل فعلا ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة في إطار محدود شوي وإطار تنافسي. بس أنا الفيديوهات اللي أقصدها دي فيديوهات استعراضية طبعا، مش في إطار منافسة بروموشن. إحنا بنعرض الجمال اللي موجود في بلدنا وبنوري العالم أبطالنا المصريين والمصريات في الرياضة دي. ده صحيح، يعني لما حصلت بطولة سهل حشيش وحصلت بطولة شرم الشيخ الناس ابتدوا يقولوا أن مصر ابتدت تغير من مستوى الاستضافة على مستوى لعبة التراياتلون في العالم. لأن في الغالب دايما بيخلوا مثلا الاستضافات على مستوى مثلا فندق 3 نجوم 4 نجوم، احنا صممنا انه لازم يبقى 5 نجوم كويس. وفي نفس الوقت اللي فيه الخمس نجوم بنشكر اصحاب الفنادق طبعا اللي بيتعاونوا معانا والسادة المحافظين وكل اللي بيساعدونا بان هم يدونا ريتس يعني تساوي الريتس بتاعت الاربع نجوم والثلاث نجوم في الفتره دي بس. وبرده المصلحه متبادله، يتحط لهم بانرات ويبقى برده طبعا اعلان، هي فايده لكل الحاجه طبعا طبعا. انا بس بقول ان في الحته دي بتبقى حته اقتصاديه جدا، وفي نفس الوقت اللي فيه الدنيا مش حلوه قوي عشان الواحد يقدر يعمل كده على مستوى العالم كله، ما بتكلمش على حته معينه. لكن الحمد لله انا كل ما بروح حته واشوف البطولات دايما اقول كلمه واحده بس، عمر يا مصر. طبعا طبعا. طب هل الاتحاد بيسعى خلال الفترة اللي جاية ان يكون في عدد اكبر من المحافظات؟ حضرتك مثلا كان الاختيار لسهل حشيش في الفترة اللي فاتت، عايزين نعرف لو في حسبان الاتحاد عدد اكبر من المحافظات خلال الفترة اللي جاية. احنا بنعمل كده فعلا، ويمكن اليومين دول النائب اللي هو دكتور احمد حسام الدين جلال عامل بطولة في اسكندرية مع منطقة اسكندرية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبشكر السيد رئيس الأكاديمية على ده لأنه الحقيقة إدى كل الفاسيليتيز والإمكانيات للناس إنها ممكن تعمل ده، فدي برضو أحد المنافذ اللي إحنا بنتكلم عليها. طبعا. والاتفاقية بتاعتنا مع وزارة التربية والتعليم إن إحنا هنعمل الانتشار على مستوى القاعدة المدرسية من خلال المحافظات اللي موجودة عندنا. لكن أنا عايز انتهز الفرصة قبل ما ملاحظ قبل ما إن أنتوا عايزين تختموا قبل ما تختموا، إن أنا عايز أقول لكم إن إحنا عندنا إيفنت كبير جدا جدا، اتحادية الكونفدرالية الرياضية الأفريقية الأوكسا، هيبقى الجمعية العمومية الانتخابية إن شاء الله للفترة القادمة، ودي هتبقى إن شاء الله يوم 26 نوفمبر القادم. عندنا يوم 23 و24 و25 مؤتمر مكافحة الفساد الرياضي في الدولي الأفريقي، وده بيقام للمرة الثانية. ده مؤتمر في منتهى الأهمية فكرة. جدا منتهى الأهمية، وربنا يستر علينا، أتمنى أنه يؤتي ثماره إن شاء الله. ما أنا بقول ربنا يستر علينا يعني يعدي بس الواحد ما يكونش روح. لا إن شاء الله ربنا يديك الصحة، وحضرتك يعني الحقيقة بتعمل شغل هايل جدا. الله يخليك جدا وبنتمنى لحضرتك البزيد من النجاحات. وخلينا نختم اللقاء الجميل ده مع حضرتك بالجملة اللي حضرتك تفضلت بيها، عمار يا مصر نورتنا. الله يخليك، متشكر جدا جدا ومرسي على هذا اللقاء، نورتنا وشرفتنا. نخرج فاصل ونرجع لكم تاني بعد الفاصل استكمال بقية فقراتنا الحوارية.